طيب نروح اليابان وبرضه نطمن من المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، ونهنيه الحقيقة على اليوم الرائع النهاردة. يا باشمهندس شريف ازاي حضرتك، وطبعا ألف ألف مبروك الأداء الرائع النهاردة لكل اللاعبين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. أهلا كابتن إسلام، وألف ألف مبروك لمصر بالكامل. الحقيقة أداء أكثر من رائع من جميع لاعبينا في جميع الألعاب. اليد الحقيقة بيعمل نتيجة مشرفة ونتيجة رائعة، أداء رجولي في الملعب توفيق كبير الحقيقة، يعني يستحقوا الحقيقة من أول البطولة، بيلعبوا بشكل أكثر من رائع، إن شاء الله تكمل على خير في ميدالية أولمبية بإذن الله. متوقع الميدالية في اليد يا شريف بيه؟ دور الأربعة مش هيبقى سهل، لازم الناس تبقى عارفة الكلام ده. أيوه، فرنسا والدنمارك هم الأقرب الحقيقة للتوقعات الحقيقة للمباراة النهائية. لما ما فيش كبير طبعا، هي الملعب هو الفيصل الوحيد بالاداء اللي بيأديه منتخبنا الحقيقه، ما تقريش اللي فيه ولا منتخب هيقدر يقف قدامه. احنا جردنا من الدنمارك في مجموعات، انما لو كملنا بهذا الاداء ان شاء الله تبقى نقدر ناخد فرصه الفقره مره اخرى من الدنمارك في النهائي. نتمنى كلنا هذا الحقيقه، ولو حصل ده هيبقى اول ميداليه لفريق جماعي في تاريخ مصر في الدورات الأولمبية. نتمناها جميعا، نتمناها ذهبية طبعا، إنما الحقيقة أي ميدالية هتبقى إنجاز رائع لهذا الفريق. النهاردة الحقيقة وإدارة الفريق الحقيقة النهاردة كانت رائعة جدا جوه الملعب وخارج الملعب. يعني شفنا لقطة كاتونجا لما عمل أو شاور للاعبين بتوع ألمانيا على إن هم اسكتوا زي ما كانوا عملوا لنا قبل كده في البطولة السابقة. شفنا تدخل المدير الفني باروندو في هذا الموضوع، وان هو اعتقد ان هو يعني يتكلم معاه ان هو ما ينفعش يعمل حاجة زي دي. كانت انا بالنسبة لي شخصيا وانا قاعد في الملعب دي كانت يعني احلى لقطة ليا. انا احترمت باروندو 10 مرات اكتر من ما بحترمه اساسا، لانه راجل مخلص في عمله بشكل كبير. المنظرة انا بعتبرها دي نوع من انواع هي التعالي والمنظره، وده شيء مرفوض تماما في الرياضه. ايوه، واول ما عمل كده فعلا نده فعلا، يمكن الكاميرا ما جابتش الكلام ده في الملعب، انما هو نده فورا وعنفه بشده على هذا يعني العمل اللي هو عمل بسيط حقيقه، ما فيهوش حاجه يعني خلاص. لا، هو شاور بايده بس عشان الناس ما تفهمش غلط، هو شاور بايده يعني. كان حارس المنتخب الالماني، برضو نحكي الحكايه بسرعه، كان حارس المنتخب الالماني كان عمل للاعيبه منتخبنا الوطني انتوا مش هتعرفوا تجيبوا جون فيا، يعني عمل بايده كده. فكاتونجا الظاهر كان حاطط الموضوع في دماغه وقال له، قال له برضو مش هتعرفوا تجيبوا فينا جون دلوقتي. فيمكن هي دي بس عشان الناس ما تفهمش، دماغها ما تروحش لحته ثانيه يعني. أيوة، لا صح، هي دي، هو ده فعلا اللي حصل. انما باروندو فورا نده على الخط على طول وقال له انا مش عايز اشوف المنظر ده يتعمل تاني، خليك ركز في الملعب، وهو ده الصح الحقيقه. احنا جايبين الصوره معانا وحضرتك بتكلمنا، احنا جايبين الصوره معانا بس عشان الناس الجمهور يبقى شايف يعني. اتفضل. وفعلا كان ده فورا اعتذر لباروندو في الملعب الحقيقه. ايوه، وركز في الملعب، وهو ده اللي احنا محتاجينه الحقيقه. احنا لسه البطوله لم تحسم، لسه عندنا ماتشين في كل الاحوال. أيوة، نتمنى الحقيقه ان الفريق يركز ويكمل المشوار للميداليه بشكل كبير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله عندنا طبعا لاعبين اخرين الحقيقه ادوا اداء برضو اكثر من رائع، محمد متولي ومحمد سيد كيشو الحقيقه برضو بالرغم من خسارتهم في الدور قبل النهائي، ولكن منتظرين منهم ميداليه، من الممكن ان تكون هناك ميداليه او ميداليتين برونزيتين برضو. ده الكلام ده مظبوط. محمد طبعا السيد كيشو هو كان الاقرب، واحنا بنقول الكلام ده من اول البطوله. ايوه، الحقيقه يعني هو خسر المباراه في اللحظات الاخيره، كان كسبان لغايه اخر 30 ثانيه المباراه، انما هي دي الرياضه، هي دي الرياضه، مكسب وخساره والحاجات دي بتحصل الحقيقه. لا زال عنده فرصه تعويض بكره النهارده بقى، احنا في توقيت طوكيو احنا خمسه و ايوه النهارده عندكم. هيلعبوا على الميداليه البرونزيه، لو ده الترضيه، لو فاز ياخد البرونز، لو خسر ياخد المركز الخامس. أيوة، نتمنى لهم التوفيق الحقيقه، فرص ميداليه يعني قريبه ان شاء الله. عندنا طبعا في العاب القوه عمرو مصطفى نعم، طبعا افضل ثمانيه في الجله. عندنا في الغطس مهاب كوردي الحقيقه عامل مباريات يعني قفزات من اروع ما يمكن، ودخل ضمن الكبار في التصفيات الاولانيه من افضل 12، دلوقتي دخل
الى النهائيات، حاجه برضو فخر لينا جميعا الحقيقه. كل الولاد، انا بحكي بس ان كل ولاد مصر مأدين عليهم، عاملين اقصى جهد الحقيقه، والمفروض ان الشعب المصري يكون كله فخور بيهم جميعا. في الفروسيه ايضا نايل نصار ومحمد طاهر، الحقيقه اداء رائع في وسط 75 فارس. يعني طبعا الفروسيه من الالعاب الحقيقه الصعبه جدا، ووصلنا لفريق كامل الحقيقه يعني بعد اكثر من 60 سنه اخر مره لعبنا فريق كامل في الفروسيه، لانها رياضه مكلفه بشكل كبير جدا، سيول على اعلى مستوى. احنا طول عمرنا ركبتنا الحقيقه على اعلى مستوى، نعم، خلينا ينفصنا ان يبقى السيول والركيبه الاثنين على اعلى مستوى، وده حدث بالفعل في هذا التاهل لطوكيو. ثلاث لاعبين بيلعبوا في الفردي امبارح، اثنين وفقوا الحقيقه، واحد لم يوفق اللي هو عبد القادر سعيد. الحقيقه يعني ودي برضو رياضه لازم الناس تعرف ان في اليوم، رغم هحكي قصه صغيره كده، اليوم اللي قبل المسابقه الحقيقه كان عندنا التمرين، وكنت مع المهندس هشام حطه رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد الفروسيه، وكان متخوف من نايل نصار، ان كان التمرين اليوم اللي قبليها كان نايل هو اللي مش مأدي كويس في التمرين، وعبد القادر ومحمد طاهر هم اللي كانوا ماشيين كويس في التمرين، انما شاء القدر ان في اليوم اللي بعده نايل هو يكون افضل واحد، ثم محمد طاهر والاثنين اللي يعدوا بكلير كورس الحقيقه للنهائيات، وعبد القادر هو اللي لا يتمكن من حصانه الحقيقه، يكون في بعض المشاكل. لسه عنده عبد القادر فرصه التعويض ان شاء الله في مسابقه الفرق خلاص، والبطلين الثانيين عندهم لسه النهارده ان شاء الله بقى النهائيات دي. مهندس شريف، خلال الفتره القادمه القصيره القادمه الحقيقه حتى نهايه الاولمبياد، متوقع ان شاء الله، هل من الممكن ان مصر تاخد كم ميداليه؟ من اول الدوره احنا بنقول ان احنا المنطق بيقول ان مصر تجيب من 3 إلى 4 ميداليات، وقلنا فرصنا بالكامل. يمكن النص الاولاني كان عندنا فرصتين في الرمايه وفي التايكوندو، الرمايه لم نوفق عزمي وحلفه، هو الوحيد كان عنده فرصه الحقيقه، والتايكوندو وفقنا بشكل كبير بهدايه وسيف عيسى. الفتره اللي جايه الحاجات اللي احنا قلناها طبعا اللي شغاله دلوقتي، وحضرتك تضيف عليها كمان اكبر فرصنا الحقيقه اللي هي في الكاراتيه، في جيانا فاروق وعلي الصاوي وفي ريال اشرف برضو، والخماسي حديث برضو عنده فرصه الحقيقه باحمد زمن جندي واحمد اشرف. يعني احنا لو نبص كده في الميداليات، لو خدنا اكتر من 4 ميداليات يعتبر ده شيء جيد جدا بالنسبه للبعثه من وجهه نظر اللجنه الاولمبيه. طبعا. يعني طبعا من وجهه نظر اللجنه الاولمبيه ان 3 إلى 4 ميداليات هو المنطق الطبيعي، لو حققنا اكتر من كده الحقيقه يبقى توفيق من عند ربنا، وانا شايف ان احنا ماشيين في الاتجاه باذن الله لتحقيق هذا، وكسر اعلى رقم لمصر اللي هو 5 ميداليات اولمبيه، نتمنى ان ده يحصل في طوكيو 2020. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات وعلى طمانتنا على بعثه منتخبنا او البعثه الاولمبيه الموجوده في طوكيو. بشكرك شكرا جزيلا مهندس شريف العريان سكرتير العام للجنه الاولمبيه.